رحمه الله. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نقوموا بمجموعه من التمارين اللي غادي يدعمونا ان شاء الله وغادي نحققوا نقاط جيده في الامتحانات اللي غادي نقدموها ان شاء الله في الايام المقبله. واللي عليكم هو اننا في اي تمرين درتو معكم خصكم تعاودوه في الدار. الى خدمنا ما عاودتوش ما تثبتوش المعلومه في الدار، اذا هنا ما غاديش تجيبو مزيان، ما غاديش تحصلوا على نقاط جيده. اذا كما كيقولوا في اعاده افاده، انتم خصكم في الدار خصكم تعاودوا هادشي اللي كنديروا صافي، وخصكم ديما تكونوا مركزين معايا مزيان، لان الرياضيات راه هي ماده ما ليست سهله. اذا خصكم ضروري تركزوا معايا مزيان وتحلوا عينيكم وتحلوا دماغكم، ما تحلوش غير عينيكم وحدها، لا حلوا عينيكم وحلوا دماغكم، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير في هاد المسيره الدراسيه ديالنا في هاد السنه. ان شاء الله غادي نحققوا نقاط جيده، هو بالحضور ديالكم بالالتزام ديالكم بالانضباط ديالكم، وكذلك يعني بالتحضيرات اللي غادي تبقاو تقوموا بها في المنزل قبل هادشي. اذا فاش عطيكم تمارين تخدموهم في الدار، اذا حاولوا تفكروا في التمرين وحاولوا تخدموا بداكشي اللي قال لكم العقل ديالكم، يعني ما تنقولكمش انا تجيبوا لي التمارين صحاح، يعني نتوما كديروا محاوله وكل واحد تيخدم داكشي اللي قد عليه، وفاش كتجيو للقسم كننصحوا الاخطاء اللي كديروها. وكنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم والى حصه مقبله ان شاء الله.